أنا الدكتور محمد سعيد مرة ثانية أو أبو ياسر، أريد أن أضيف جملة واحدة فقط. عندما ذكرت أنه على الرئيس أوباما يعين إنسان يكون ممثل شخصي له، يروح للعالم الإسلامي، يجتمع مع العلماء، مع الجماعة المتطرفين إلى آخره، يحاول يعني يتناقشهم وإلى آخره. وطبعا أنا كنت أعتقد نفسي أني أنا هذا الشخص بسبب الأشياء اللي الجمعيات اللي أنا أسستها وبحياتي كلها. طبعا همي هو الدعوة الإسلامية والقضية الفلسطينية والعالم العربي والإسلامي والعلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع الشعب الأمريكي، ومحاولة إنه المسلمين هنا في أمريكا رشحوا حالهم ويسجلوا الانتخاب، لأنه أنا في اقتناع إنه في أمريكا ما لا يقل عن 11 إلى 12 مليون مسلم، وليس مليون أو مليونين زي ما الصهيوني بيحاول تقلل من أعدادهم. والطريقة الوحيدة اللي ممكن نعمل هذا الشيء قديش عدد المسلمين هو عن طريق مش سؤال إنه للشخص نسأل إنه هل أنت مسلم، إيش ديانتك، لأنه ما بيجاوبوا. وبعدين أمريكا ما بتسمح إنه تحاول تصنف الناس على أساس ديني. أفضل شيء إنه كلهم من وين جئتوا أنتوا، مثلا على أفراد أجا من باكستان، أجا من أفغانستان إلى آخره، وبنعرف عدد المسلمين الموجودين في هاي البلاد، وبنعمل زي ما تقول استنتاج كم عدد المسلمين. وبعدين الانتخابات مهم جدا، يرشحوا حالهم، وخاصة هنا الانتخابات في أمريكا صارت عن طريق البريد، ما بيروح الواحد برا وبيعملوا إيش وبصف على الطابور، لا، بتيجي البطاقة للانتخاب للبيت بتاعه، تيجي له هناك كل ما في الأمر اللي وقع عليها، مين بده إياه ومين ما بده إياه، هاي السبب. على كل حال أنا يوم طلبت من الرئيس أوباما في رسالتي إله وعدة رسائل على أساس يعين شخص هناك، شو أجا هذول الجماعة اللي هم مستشارين له، وهم صهاينة يهود أكثرهم، هذولا ما بدهم أي علاقة طيبة مع العالم الإسلامي والعربي على الإطلاق. شو أشاروا له عليه؟ راح عين واحد من هيوستن من تكساس، عمره 32 سنة ومحامي، والمشكلة إيش؟ إنه بيعرفش عربي، وثاني شيء هو شيعة من الطائف الشيعي. طبعا يعني كل شيء أنا قلت لأوباما هم عملوا بالعكس، ما عايزين أي علاقات جيدة مع العالم العربي والإسلامي. هؤلاء هدفهم أكثر هي مصلحة إسرائيل أكثر من مصلحة أمريكا. على كل حال وأشكركم للاستماع مرة ثانية، وادخلوا في موقعي في الإنترنت، وأي إنسان بده يعرف أكثر إن شاء الله يكون عندي ويب سايت قريب جدا اسمه drsaidcomments.com، يعني تعليقات drsaid.com، هتكون قريبا جدا يعني. واللي عايز انه يحصل على الايميل نبعث له الكومنتس اللي انا بعلق عليها في الانترنت على ياهو وعلى جوجل، من مستعدين نبعث له اياها. وعلى فكره اذا انت كتبت دكتور سعيد DRSAID فقط في الجوجل، انا بطلع نمبر 1، انا اول واحد في الجوجل بطلع، وهذا بحمد الله. على كل حال وشكرا جزيلا، باقي معي حوالي نص ساعة عشان أحضر حالي للذهاب لخطبة الجمعة اليوم إن شاء الله في هذا السجن، وبعدين تزويج ثلاث زيجات. وبما أنه أخوي والحمد لله في كندا بزوج المسلمين من أكثر من 40 عام، فبعث لي الأوراق الضرورية وإلى آخره. طبعا أنا بزوجهم على زواج إسلامي، بس في المستقبل بدهم يروحوا يتزوجوا زواج مدني كما هو في هاي الولاية يتزوجوا. والولاية يعني أو المسؤولين عن السجن سمحوا إنه أنا زوجهم على الطريقة الإسلامية. وعلى كل حال والحمد لله.